السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياسكا أخبار، وكذلك القناة الأولى جياسكا أخبار تي في. رانا ولينا لكم بالجديد والحصري في كلتا القناتين بربي إن شاء الله. ديما نعطيكم الجديد، فقط لا تبخلوا علينا بالدعم والضغط على زر الإعجاب، جام لايك والاشتراك في القناة. حصريا راح نعطيكم تصريحات اللاعب بن زايد، وتسمعوا واش تكلم بن زايد وما هي الرسالة الموضحة التي قدمها لجمهور شبيبة القبائل. يعني قدم لهم رسالة قوية وجميلة ورائعة من لاعب شبيبة القبائل بن زايد. فقط راح نخليكم تسمعوا واش تكلم في التصريحات تاعو، ولكم الحكم، يعني انتم جمهور شبيبة القبائل لكم الحكم في ذلك بالتعليقات. نتمنى ان شاء الله تحكموا وتعلقوا ما رأيكم في ما قال، وما تنسوش كذلك اللايك على الفيديو والدعم كي نعود بقوة في كلتا القناتين إن شاء الله. السلام عليكم الزلفلاون، مش حبيت نقول لك نبدأ بلي سيبورتر باسكو لي سي بلي سيبورتر كورا نسمى مناش في هذه البلاصة. والحمد لله نشكر إجماع واحد وقف مع هذا ليكيب، خاصة لي سيبورتر اللي في بلاصة معنا، أفضل بشار كانوا معنا هنا الأربعة مالغري صاروا شوية مشاكل وجاو معنا. بون نشكرهم ونشكر زملائي الفريق اللي سما بلا بهم ما من كل سما واحد والله زوج ما عرفتش راح تكون اسره. بون نشكر جميع واحد ثاني من ستاف تكنيك الشيخ بوزيد يعطيه الصحه، واش نقول لك ستاف ميديكال الاداره الشيخ عاشور شلول، ونشكر ثاني موبيليس اللي كي جاوا مالغري المشاكل اللي كانوا عندنا من قبل اللي يسهلوا لنا الامور في بلاصه، يسهلوا لنا الامور كيف من البشار وحنا كما يقولوا هو سبيسيال باه يكونوا لي جوار مرتاحين. الحمد لله حققنا المهم، ان شاء الله العام الجاي نلعبوا على لي تيفر. واش حبيت نقول لك جياسكا جامي طيح كما قال لك شحناش الله يرحمه تدرك لجياسكا.